السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من سلسلة كلمات من كلمة واحدة. ويانا اليوم كلمة تيست. تيست معناتها اختبار أو فحص، وإذا نجمعها بإضافة S صير تيست، صير اختبارات أو فحوصات. أول كلمة نقدر نطلع من هذه الكلمة اللي هو testify. testify بمعنى يشهد، يشهد أو يعني يشهد ضد شخص معين، يدلو بشهادة في المحكمة إلى آخره. وعدنا هاي فعل. الاسم العتيل اللي هو testimony. testimony معناتها شهادة. أوكي. وعدنا contest. contest مسابقة. مثل ما عدنا competition مسابقة، عدنا contest أيضا مسابقة. وآخر كلمة معنا protest. protest. protest اللي هو احتجاجات أو حتى يعني تجي مظاهرات، فعل يحتج يتظاهر ضد جهة معينة أو لهدف معين. طيب بالنسبة للجمل، أول جملة، الجملة الأولى when will، يعني متى سوف. the test result appear، يعني إذا منتظر أنت نتائج تحليل معين أو اختبار معين أو حتى نتائج امتحانات، فتسأل إنه شو وقت تظهر هذه النتيجة. ف when will the test result appear. تمام. الجملة اللي بعدها we will معناتها سوف participate يعني نشارك أو نتضامن أو كذا in the next contest يعني سوف نشارك في المسابقة القادمة. الجملة اللي بعدها العراق has witnessed protests calling for a change to the failed corrupt political system. انه العراق شهد تظاهرات تنادي بتغيير النظام السياسي الفاشل والفاسد. field الفاشل، corrupt الفاسد، political system اللي هو النظام السياسي. الجملة الأخيرة the witness يعني الشاهد. okay submit يعني يعلن أو يدلي بشيء أو يصرح. his testimony يعني يعلن شهادته to the judge إلى القاضي أو أمام القاضي. the witness submits his testimony to the judge، إنه يدلي بشهادته أمام القاضي أو إلى القاضي.